ان شاء الله بكره الصبح هنروح طبقا للبولة اللي احنا هنعملها دلوقتي. هنعمل قرعه بالترتيب بالدخول بتاعه الكليات من 1 ل 17 في جامعتين او ثلاثه مش جايين من ال 20 جامعه. اجتماع النهارده كان اجتماع فني لمصمم العروض الرياضيه للجامعات المصريه لتنفيذ مهرجان العروض الرياضيه للعام 2015-2016 اللي مستضيفاه محافظه الاقصر، متمثله طبعا بالتعاون بوزاره الشباب والرياضه ومديريه الشباب والرياضه بالاقصر. حضر في اللقاء 17 جامعه مصريه، منهم جامعات قمه زي القاهره والاسكندريه، والجامعات دي معروفه بقوتها جدا في مهرجانات العروض الرياضيه وانها بتأدي بشكل كويس جدا في المهرجانات. وبرده في عندنا مجموعه كبيره من جامعات الصعيد زي اسوان وزي الاقصر وزي سوهاج وزي المنيا، وعندنا مجموعه من جامعات الدلتا زي القاهره وزي المنوفيه والسادات، وعندنا مجموعه من الجامعات الوجه البحري زي اسكندريه زي بورسعيد زي اسماعيليه. المهرجان بيبقى قوي جدا، بيبقى فيه مجموعه من التشكيلات والتكوينات الفنيه الجميله، بيبقى فيه موسيقى مبتكره، بيبقى فيه ملابس وزي كل جامعه بتحاول بتطلع احسن ما عندها وبتطلع ابدع ما عندها في المهرجان عشان تبدا تفوز بالمراكز الاولى. طبعا اصحاب المراكز الثلاثه الاولى بيبقى ليهم مكافئات وجوائز ماديه بيحصلوا عليها فور حصولهم وفور اعلان النتيجه. بيحكم في اللقاء مجموعه من الاساتذه والدكاتره المهرجانات والعروض الرياضيه ومتخصصين في مجال العروض الرياضيه.